هنروح لكرة السلة رجال وسيدات. الاتحاد المصري ولجنة المسابقات برئاسة الكابتن أحمد كامل يعني أجروا قرعة كأس مصر رجال وسيدات، والحقيقة يعني جت يعني الحمد لله القرعة لطيفة شوية. وخلينا أقول في الكأس إن أنت بتتكلم قبل النهائي ونهائي، يعني بيبقى قبل كده بتبقى الأمور صعبة ولكن كل شيء وارد. لو رحنا للرجال هنلاقي إن الأهلي هيلعب مع سكر أوس في دور ال 16، وهيستنى يلعب دور الثمانية الكسبان من الطيران وطلائع الجيش وهليوبلس، وهيكون طبعا هم يعني هيكون تباعا الطيران وطلائع الجيش وهليوبلس، ثلاثة من دول هيطلع منهم فرقة تقابلك، وهيكون في سكته قبل النهائي نادي الجزيرة. هو ده الكلام. أنت دايما بتبص طبعا كابتن أحمد كامل اللي قدامه المايك بتاع قناة النادي الأهلي، ده رئيس لجنة المسابقات، وبالمناسبة كابتن أحمد كامل كان حكم دولي وكان يعني من كبار الحكام اللي كان يعني بيسند إليهم المباريات المهمة. هو دلوقتي رئيس لجنة المسابقات. طيب هنروح للسيدات، ما عندناش حاجه في دور ال 16، احنا على دور الثمانيه على طول، وهنستنى الكسبان من نادي الاتحاد الاسكندري ومصر التامين. نادي الاتحاد الاسكندري عمل فرقه سيدات محترمه جدا، وفي حاله صعودنا باذن الله هنلعب الكسبان من هليوبلس، هنلعب مع هليوبلس والكسبان من الشمس والتوفيقيه، هنستنى منهم الثلاثه فرقه تقابلنا. بنفكر حضراتكم اكيد ان الاهلي هو حامل لقب البطوله اللي فاتت سواء على الصعيد الرجال او السيدات، ومش كده بس طبعا السيدات يعني حصدنا خمس بطولات الموسم الماضي، خمسة من خمسة، هتزيد عليهم السنة دي بطولة أفريقيا. شد حيلك يا كابتن طارق خيري. كاميرا الأبطال كانت موجودة في القرعة دي، وشفنا مراسم القرعة وإجراءها، نتفرج عليها ونرجع لحضراتكم تاني. النادي الاهلي هو اللي هيشارك في بطوله افريقيا، نتمنى له التوفيق يا رب، لانه ممثل مصر في افريقيا. ان شاء الله كل التوفيق يحصل على البطوله العام الثاني على التوالي، ويشارك في كاس العالم ثاني ويحقق نتيجه اكتر في كاس العالم. يمكن يعني كان طموح الجماهير كان كبير جدا في ثقه في فرقتهم وثقه في الجهاز الفني، واحنا كاتحاد كان كلنا ثقه ان شاء الله يعني في يوم انهم يحققوا ميداليه، ما حققوش السنه دي. نتمنى لهم الحصول على بطوله افريقيا ومشاركتهم وتحقيق ميداليه الموسم القادم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله السيدات مشارك فيه من مصر الاهلي وسبورتنج، نتمنى لهم كل التوفيق يا رب باذن الله، وان شاء الله المباراه النهائيه تبقى بينهم وفرقه مصريه تحصل على البطوله، وكل التمنيات للفرقه المصريه لانها بتمثل مصر. يعني لما فرقه نادي بتلعب نادي سين نادي صاد بتلعب باسم مصر او ممثله لمصر، كل الناس بتقول مصر، ما بيقولوش يعني، فدي جزء من الكل، يعني دي جزء من كرة السلة المصرية. فاحنا كلنا بندعم أي فرقة بتحصل أو بتشارك في بطولة، وبنهنيها أول ما بتحصل على البطولة على طول بإذن الله. دخلنا في المجموعة إن احنا على طول أول ماتش بما إننا البطل، فاحنا هنعدي الماتش الأولاني، هندخل على دور الثمانية على طول، هنقابل الكسبان من الاتحاد السكندري ومصر التأمين على ملعب الكسبان في دور الثمانية. طبعا الناحيه الثانيه بقى فريق سبورتنج والجزيره، واحنا معانا يعني في سكتنا هليوبلس واتحاد سكندري ومصر التامين. طبعا هي اتقسمت ايكوال، يعني ده الطبيعي ان انت كل ما هتعدي دور هتقابل فريق احسن يعني. فطبعا بس فريق اتحاد سكندري ومصر التامين فرقتين الاثنين كويسين، وهنقابلهم بره ملعبنا، ف ربنا يكرم ان شاء الله. يعني احنا ان شاء الله السنه دي هنشارك في خمس بطولات اللي هم دوري المرتبط ودوري عام وكاس السوبر وكاس مصر ومنطقه القاهره. ان شاء الله زاد عليهم بطوله افريقيا ان شاء الله عندنا في النادي في شهر ديسمبر ان شاء الله. طبعا احنا بدانا فتره الاعداد بقى لنا شويه شغالين فيها، بس لسه ما اكتملناش للاسف لحد دلوقتي. يعني بطوله المنطقه اصلا بدات، احنا خلصنا ماتشين النهارده، الماتش الثالث مع مصر للتامين الساعه 8 بالليل على ارضهم. لسه لحد دلوقتي ما اكتملناش كلنا، نظرا للمنتخبات والكلام ده، في منتخب 3 على 3 متجمعين، فاحنا النهارده نعتبر هنبقى 9 لعيبه هنكمل بناشئين. ويوم الخميس على طول هليوبلس، ده منطقه القاهره، بعد كده هنبدا نلعب اول الادوار بقى في الدوري يوم 5 و6 و7 و10 ورا بعض ان شاء الله. هو بالنسبه لبطوله كاس مصر هي هتبدا الدور ال 32 هيبدا يوم 21/10، طبعا دور ال 16 هيبقى بعدها طبعا بفتره شويه، اول ما الجدول هيتبعت لنا من الاتحاد المصري لكره السله هنقدر ان احنا نعرف المواعيد بتاعتنا، انما هو دور ال 32 هيبدا 21/10 ان شاء الله.
بالنسبه للاستعدادات احنا الحمد لله يعني ربنا كرمنا خدنا رابع كاس عالم انديه بطوله الاي سي سي في سنغافوره، احنا لسه راجعين الحمد لله امبارح، والنهارده كان قرعه كاس مصر، والفتره اللي جايه عندنا ان شاء الله سفر، بنستعد طبعا للسفر للبطوله العربيه هتقام في دوله قطر من يوم 1/10، احنا ان شاء الله مسافرين يوم 30/9 هيبقى عندنا تمرين هناك في قطر، وبعد كده ان شاء الله ربنا يكرم بقى ونفرح جماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي، وربنا يكرمنا ونرجع بالكاس زي ما احنا عودناكم كل موسم ان شاء الله، وعودنا جماهير الاهلي ان احنا ربنا يكرمنا ونرجع نفرح كل الجماهير ومجلس الاداره طبعا. معروف في مسابقات الكاس عاده بخروج المغلوب، فاحنا كنا نتعشم السنه دي يشارك اكتر ناس في الكاس رجال وسيدات، لكن العدد كان قليل شويه، يعني السيدات 11 نادي بس والرجال 18 نادي. عملنا بالنسبه للرجال دور ال 32، وبنجنب الاربع فرق اللي هم حاصلين على المراكز الاولى السنه اللي فاتت، الاول والثاني والثالث والرابع، سواء في الرجال او في السيدات. فالسنه اللي فاتت كان الاهلي حصل على السيدات، والثاني كان الجزيره، والثالث سبورتنج، والرابع اليوبليس. برضك نفس الموضوع بالنسبه للاهلي، خد الكاس رجال، والزمالك الثاني، والاتحاد الثالث، والرابع كان الجزيره. فدول جنبناهم من القرعه بيبقى باي، وبنعمل قرعه على الملاعب كمان، اللي لازم الكاس بنعمل قرعه على الملاعب ان مين اللي هيلعب على مين، الماتش ده هيتلعب على مين. النهارده كان في قرعه كاس مصر، الحمد لله كان حضر فيها رئيس الاتحاد المصري الدكتور مجدي ابو فريخه، وحضر اعضاء الاتحاد بالكامل، كابتن عمرو مسلحي، والكابتن حسين بشبيشي، والكابتن ايمن نور حضرتك، وكابتن حمدي المناعي، ولفيف من جميع اعضاء انديه مصر اللي هم كانوا مشتركين في كاس مصر. الحمد لله شرف عظيم ان الجرعه جات معانا النادي الاهلي، وان شاء الله هيشرفونا في الصعيد، وهنكون عند في حسن استقبالهم احسن استقبال، والصعيد كله هيحتفل بالنادي الاهلي، وفخر لمحافظه جنة ان نادي سكر ووس هيمثل محافظه جنة ويلعب النادي الاهلي في كاس مصر.